مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم واهلا بكم في النشره المحليه. ونستهل هذه النشره من البيض، حيث خلف وباء خطير اصاب المشية بمراعي جنوب ولايه البيض، هلك مئات الرؤوس منها حسب الموالين. وما زاد من قلق الموالين كون الوباء غير معروف ولم تنفع معه كل اللقاحات التي استخدموها في ظاهره تحدث لاول مره بالمنطقه منذ عشرات السنين. المزيد في تقرير نور الدين رحماني. خسائر كبيرة في المشية، وبمئات الرؤوس أحصاها الموالون من مختلف مراعي ولاية البيض جراء مرض خطير أصاب مواشيهم وعجزوا عن تحديده بدقة لحد الساعة. الأخوة صحيح الحق وشو ربعين والمنعجة والله ما نعرف كانت خاينة وباو تموت نوض هذه كما شتيك لم كارقين علي ولا راد مفاني وحدين من قايوين ما تنردموها وين ما تنردموها و الناس قاع الناس قاع احنا ذيك احنا قاع الناس كل سوا الا واحد مول اللي كره كيف كيف الحندق ونسير اذا خط الصحراء الحندق كامل راه في هذا المرض ايه فضل ضيعة ماشي خاطي خلاص كلها تروح قاع قال ما هم يديروا له والو واش داروا له واش عطاهم بحال كاش من عاونوه تفقدوه قاع واه واه وتمشي قفي واه. اخضرار في الانف والفم وتساقط للصوف وهزال الماشية أعراض وباء عجز أمامه اللقاح والموالون، وحصدت ولا زالت مئات الرؤوس من الماشية. ودي هاي تسمى في واحد ثلاث شهور فيه داوينا نوبتين دول النقر ذاك ما ينفعش في ذابو في الصواصة وحط النقر ما ينفعش والو الدواء راه فان يجي شيء ما يجيش مليح في له ولا كاينين فين فيها جربه شويه كاع نسلت شويه كان هذا الحاله متقابلين احنا وياها والله. مصالح مديرية الفلاحة بالبيض اعترفت بدورها بالوباء، إلا أنها قللت من حجم الخسائر مع التأكيد على مواصلة تلقيح الماشية. هو نصحك ما نجموش نقول بلي عندنا عدد ثابت، لأننا مازال نقوم بالمعاينة الميدانية ونكونوا بالك في حدود 250 راس على مستوى كامل تراب الولاية، يعني كي تحطها أنت مقارنة مليون و700 ألف راس مش حاجة كبيرة. هل هناك ممكن احنا كي نهضر لك المعاينات ولا الموالين اللي جاوا تشكى، معناها ممكن مولانا ما جاوش تشكى. وفي ظل هذه الوضعيه تبقى اكثر من مليون ونصف راس ماشيه بولايه البيض مهدده بالزوال في انتظار تدخل جدي للمصالح المعنيه. يناشد المواطن شردودي عيسى القاطن بطريق لحوانت ببلدية الحدائق بسكيكدا المسؤولين المحليين بالولاية والأطباء المختصين لمساعدته على تشخيص مرض ابنه عبد الرزاق البالغ من العمر 9 سنوات، حيث يعاني من مرض لم يتم تشخيصه وكشفه بعد رغم العديد من الزيارات التي قام بها الأب إلى الأطباء منذ سنة 2006. كما أن تكاليف العلاج ومصاريف شراء الدواء باهظة لا يقوى الأب على تسديدها. متابعة في الموضوع للزميل كريم عبد الوهاب. باللي خلقه هو دي الحاله نتاعو هكذا دينار الطبيب قال ان كيعود عنده 5 سنين هو يسقط باقي هذيك هي الحاله تاعو نورمال الوقت هذا يداويناه العام الاول والثاني هذاك من بعد الحاله تاعو قاعده هذيك هي حبست عليه الدواء تاعو غالي طبيب غالي راديو واحد درته له ب 500 ألف نطلب من السلطات اللي كان يقدروا يعاونونا يحب يقول في الدواء ولا في اي حاجه تاعو هذاك الدواء تاعو ما قادرينش عليه الدواء قلت لك غالي دواء واحد 900 الف في 2006 ودرك ما عرف كيفاه بعد ما خدامش. في موضوع اخر، شب خلال الساعات القليله المنصرمه حريق مهول على 98 هكتارا من غابات الشقه غرب بلديه الزعراويه في ولايه سوغهراس خلف حاله كبيره من الرعب لدى سكان المناطق المجاوره له، حيث لفت انتباه سكان المنطقة العدد الكبير لسيارة الإسعاف والحماية المدنية وسيارة محافظة الغابات القادمة لمكان الحريق الذي شب في غابة الشقة، حيث تمكنت عناصر الحماية المدنية رفقة عناصر أعوان محافظة الغابات بالإضافة إلى أحد المواطنين وعلى جناح السرعة التحكم في ألسنة اللهب وإخمادها. ميكروفون هشام قزمي.
الوسائل التي تم تسخيرها من طرف محافظة الغابات والمتمثلة في 12 فرقة متنقلة للغابات وكذلك خمس فرق للتدخل السريع على مستوى التراب الولاية. 70 هكتار من غابة صنوبر الحلبي وكذلك لوشانزان كيف في المنطقة اللي يتواجد كثرة لهنا. وبالنسبة للتدخلات الخاصة بالأحراش والأدغال حوالي 25 هكتار. لا تزال المجمعات الأثرية الرومانية في شكل ثلاث مدن كبرى ذات القيمة الساحلية عالية المستوى المصنفة وطنيا مهملة دون اهتمام أو ترقية من أي طرف أو جهة وصية أو مختصة في ظل مبالاة السلطات المحلية معرضة للنهب والتخريب عبر شعاب جبال منطقة تبعليلين في بلدية خيران جنوب غرب خنشلة. هذه المجمعات الأثرية ظلت منذ الاستقلال بعد أن تعرضت للقصف والتدمير المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي، ما جعل أهل المنطقة يحرمون من أهم معالم سياحية في الولاية. عمر عمري بعث بالتالي. آثار رومانية تاع بكري، والطريق هاك تشوف فيه بعينك انت، هاك تشوف ما ماهو الصالح، هاك كي خاصها كيما البلاصة هذي وين يجي الواد تفسد، ونطلبوا من السلطات كاش ما يعاونونا يديرونا بلاتفورم مال البلاصة هذي باش كي تجي السياحة ولا تجي الوفد هاكا تاع الدولة يجي يشوفوا الآثار هذا، ماذا بينا الدولة تعاوننا. إلى تيزيوزو حيث انطلقت فعاليات الطبعة العاشرة من عيد الفضة ببلدية بني يني جنوب شرق ولاية تيزيوزو بحضور ما يزيد عن 70 عارضا قدموا من مختلف قرى البلدية وحتى من مناطق أخرى من الوطن. هذه التظاهرة التي تنظمها لجنة الحفلات لبلدية بني يني تعد بمثابة فرصة من ذهب لجميع الحرفيين لعرض وبيع ما جادت به أناملهم، كما تعد أيضا فرصة لسكان منطقة القبائل لشراء الحلي الفضة لمنطقة بني يني. الزميل حسن زيزي حضر فعاليات اليوم الأول من عيد الفضة وعاد لنا بالتالي. السوي أنت ما رأيك؟ أما كنت نتدنا نادي تزورا وكان الديوغال أسلمد من الحرفة يجي من الفطاع لا رولونس دو لا فورماسيون أسلمد من الفطاع ذي قاسي النيا هي مضبرن نتسرجو أتسق مضبرن إثانة مسلت ديليا ذي قارباز نسلمد من الحرفة ناسي النيا إلا ديليا من سيكسيون دو فورماسيون ذي المذن هي المزيين ناسي النيا الحرفة يجي هو كن أتذوم أتقيم ذي البذع ذاكي ذي لنا دونك اون سي نسي دي جواندر لي زيفور نا باشو يعني انفلاغونيت اي حرفين كي يحدثنا كي الفطاع باشو نتقابل لي فيزيتور الزنزن سلعان سن باسكو كني تقرا توجور نكيا سا دي بور كون بيس بور كون بيس بريزيرفي الباتريمون نهضر في لا كولتور لازم الحرفه نو اخد جينيري يعني دي ريفوني اتعكش يعني الحرفي باش هذه الزمره هذه كمل كي خدمها كيا مي نحدثنا كي انا نو تايشن تايشن كرن تكون فين يوارون خاطر ود تفنارا ود تفنارا عندها ود تفنارا عندها الزنزن الزنزن سلانسن نكوني غير فينا غير نبغى نسيوض يوكلني اسنف كتبنا فين يقرزن هو كنا نخدم من ورار الهان وان شاء الله الغشيه كل دزنا سنيه جفا كل حال افيك يكون نخدم ونكون فوالا هذا شيء ديالنا في الحاجه كي يكون نخدم مام الحاجه في لي بريان كي يكون نخدم سي موا نصوب شويه باش الغشيه هذه زمان سي تي اوكازيون اوكازيون دون سيمان نسارم ان شاء الله هكا هذه فاوايا كي يدو فندق ياك في الاسن اسكي كان نوحد كتوالا ما ممكني اما مد نوحد نزيد في مغاكي باش نولي ازال الفطار نوي 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 كلي موديل يدخل مك الفطار او ميم طون نزما تنع شطوح يتوي شفت لنا اون بروفيتي دي زوكازيون ام تيكي باسكو زوكازيون كي نوبات جامي. ومن تيزي وزو مشاهدينا نصل واياكم الى ختام هذه النشره، دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.